عليكم ومرحبا بكم جديد في القناه. اليوم غادي نوجدوا نوع من الفطائر كما كنقولوا حنايا او نسميوه اللومبيا او ايغرول. غادي نبداو على بركه الله. اما بالنسبه للمقادير او المكونات اللي غادي نحتاجو باش نوجدوا هاد سبرينغ رول او كما نقولوا اللومبيا او السيجار او فطيره، يعني نحتاجو لهاد الفطائر أو عجينه الفطائر اللي خديتها محلات عربيه. هاد العجينه يمكن لك تعوضيها بورقه البسطيله، وكنعرفوا ان النساء المغربيات او في انحاء العالم راه كيعرفوا كيفاش يصاغبوا البسطيله. انا خصصت غير سبرينغ رول بالنسبه للفطير، عجينه الفطائر عفوا، بالنسبه للناس اللي كيخدموا اللي ما كيعرفوش عندهم المقص انهم يصاغبوا ورقه البسطيله في الدار. يعني هذه طريقه جد سهله، وكذلك بالنسبه لربات البيت كيكونوا مشغولين مع الوليدات واشغال اخرى. غادي نحتاجو لهاد السبرينغ رول بيستري، وغادي نحتاجو كذلك الشعريه الصينيه اللي انا خديت مقدار ديال 60 حتى 50 غرام. مع يعني الباكيه كتجي فيها 3 ديال الطبقات، انا خديت غير وحده وخليتها ما باقي، وسلقتها 5 حتى 10 دقائق، قطعتها بالمقص ديال المطبخ. وكذلك غادي نحتاجو مقدار ديال ربع يعني 250 غرام ديال القمرون او الكروفيت، سلقته وحشحرته شويه مع الزيت والزيت البلديه والملح والبزار، وقطعته كذلك جوج ثلاثه المعالق ديال زيت الزيتون الاخضر، وكذلك قزبر ومعدنوس مقطع. وباش غادي نجمع هاد الفطائر غادي نخلط شويه ديال الطحين الدقيق والماء، وغادي نخلطوا دابا الحشوه ديالنا. ناخذوا اناء وغادي نوضعوا فيه الشعريه الصينيه المسلوقه ومقطعه بطريفات، وكذلك القمرون اللي سلقته من قبل وشحرته فيه ديال الزيت والملح والبزار، ونزيدوا زيت الزيتون الاخضر، وكذلك القزبر والمعدنوس، شويه ديال الملح والبزار، وغادي نخلطوا هاد العناصر مع بعضياتها مزيان باش نحصلوا على الحشوه ديالنا ديال هاد الفطيرات اليوم اللي غادي نصاغبوا. وغادي ناخذوا رقائق الفطائر، او كما سبق ذكرت انكم يمكنكم تعوضوها بورقه البسطيله الا كنت عندكم واجده في الدار. وكما كتشوفوا ان في الباكيج من الورق كيوريوك طريقه الاستعمال، يعني كيفاش طويو هاد سبرينغ رول ولا الفطيره. غادي كما بدكم ناخذوا رقائق الفطائر، وغادي نوضعوها في مكان الخدمه، وغادي نجيبوا شويه ديال الحشوه نوضعها في الراس الفوق، وغادي ناخذوا الراس الفوقاني وغادي نردو، وغادي نجمعوا الجوانب بجوج كما كتشوفوا في الصوره، وغادي نلويو. حنا كنضغطوا كنلويو، وفي الاخير غادي نجيبوا شويه ديال العجين اللي صبناه من قبل شويه ديال الدقيق مع الماء، وغادي باش نلصقوا الجوانب حيت باش نقليوهم ما غاديش يتحلوا لينا. قلات على نار هادئه ودعنا شويه ديال الزيت باش تسخن، غادي نقليو فيها الفطائر ديالنا حتى يتحمروا من جوج جهات، ومن الاحسن انك تدهنيهم بشويه ديال الزبده وتخليهم للفرن لمده 20 دقيقه حتى يتحمروا مع المراقبه. وكنتمنى ان هذه الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم، وما تنساوش انكم تشاركوا في قناه امل كيتشن للمزيد من العطاء وكذلك الوصفات والى غير ذلك. Thank you so much for watching, and I hope you guys like the video. Don't forget to subscribe to my channel and spread the love, like and share. Thank you, bye.